ويلا نسوي مع بعض غدا لذيذ وسريع. أول حاجة معاي 3 قطع من صدور الدجاج مقطعة شرايح، حضيف عليها الملح، 4 فصوص من الثوم، وحنضيف البهارات. معاي شوية كركم، فلفل أسود، بابريكا وبهارات دجاج، ونتبل الدجاج مظبوط. وفي مقلاة حضيف شوية زيت وحنشويه. ولما يستوي معايا حرفعه على جنب وحضيف البصل والفلفل الرومي. لما يذبل ونضيف عليهم الخضار المجمد تقريبا كوب، شوية فلفل أسود، بابريكا وملح، وكوب من الموية عشان الخضار تستوي. ولما تستوي معانا حنرجع الدجاج نقلبهم ويصيروا جاهزين. وهنا بنجهز الرز. حطيت الزيت مع شوية زبدة، بهارات صحيحة، ثوم مفروم، وحضيف 2 كوب من الرز المغسول والمنقوع، وكمان عليه شوية بهارات. حضيف بديل مكعبات الدجاج، فلفل أسود، وبابريكا وملح، ونقلب ونضيف 4 أكواب من الموية ونخليه على نار عالية إلين يبدأ يغلي والموية تبدأ تنشف. بعدها حغطيه تقريبا من 5 لـ6 دقائق على نار هادية، ويصير عندنا جاهز بهذا الشكل. وهنا للتقديم أخذت صينية دهنتها بشوية زيت وحطيت أول حاجة الدجاج، وبعدها حطيت الرز، وبعدين حنقلبها وتصير عندنا الوصفة جاهزة. شوفوا معايا كيف، ما شاء الله تبارك الله، وبألف عافية عليكم.